كانت معي حفيدتي اسلام ما عدتش عنها اي حاجه، حابب اطمن عليها. بالله عليك اطمن عليها. انا اسلام محمد الرحيم الخطيب، حفيدتها لجريحة صباح محمد ابراهيم مسعود. احب اوجه رساله قصيره لسته، انه انا الحمد لله بخير وبصحه جيده، والعائله كانوا الحمد لله بخير وبصحه جيده. الحمد لله تعالى الجهود أثمرت، والحاجة صباح تواصلت مع أحفادها وجميعهم تواصلوا معنا واطمنوا عليها. أنا الحمد لله بخير وصحة جيدة، وأشكر الجزيرة على المجهود اللي قامت فيه بنشر الفيديو اللي أهلي شافوه وعرفوه وعرفوا وطمنوا علي وعرفونا بخير وصحة جيدة. أنا لقيت موجودة في مشفى جامعة قناة السويس بتلقى العلاج، وبخير وصحة جيدة والحمد لله.